اليوم نضع على طاولة النقاش دور شرطة المياه في حماية الملك العمومي المائي، بالنظر أننا جميعا نتحدث عن استنزاف الثروات المائية وكذلك حماية للملك العمومي المائي. أنا شخصيا أعتبر هذا الماء عبارة عن ذهب شفاف، نظرا لندرته لقلته لصعوبة الحصول عليه وكذلك لسهولة فقدانه. إذن اليوم نتكلم عن القانون، نتكلم عن ما هو عن المعيقات القانونية وكذلك المعيقات الميدانية. بالنسبة للمعيقات القانونية نتحدث مثلا عن وضع عن مثلا الفصل الذي يتحدث عن 10 أيام لوضع محاضر المخالفات. لما نأتي إلى التطبيق نجد دائما أن 10 أيام غير كافية بالنسبة لعنصر شرطة المياه في تحرير المحضر، ليس في التحرير فقط ولكن في تضمين جميع المعطيات داخل المحضر. من المهام التي أنطت بهذه الشرطة نتحدث عن معاينة المخالفات، عن تحرير المحاضر، عن كذلك الحجز على المعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، عن طلب القوى العمومية في حالة ما إذا ارتأت الشرطة حاجة لها. فهنا مجموعة من العناصر التركيبية والتكوينية المتضمنة فيما بعدها من أجل حماية الملك العمومي المائي.